صباح الخير. بالتعاون مع مجموعة من الشباب السوريين المختصين، استطاع الشاب السوري محمد بارودي تطوير برنامج لتعليم اللغة التركية، وذلك عبر تطبيق يساعد المستخدمين على تعلم اللغة بطرق بسيطة ومتطورة. محمد استلهم فكرة التطبيق من برنامج كان قد طوره لتعليم القراءة والكتابة عن بعد للكبار، والذي حقق فائدة كبيرة دفعت كثيرين لمطالبته بتطوير برنامج مشابه ولكن باللغة التركية. فبدأ بمشروعه في الشهر السابع من العام 2022 بتجميع أفكار برمجية ثم تحضير منهاج متكامل، إلى أن وصل إلى تسجيل الدروس عن طريق مدرس مختص. المزيد عن هذا التطبيق في هذه المقطع. أنا دائماً بحاول أدور على الأشياء اللي ممكن تساعد السوريين والعرب بشكل عام، فحالياً قمنا بإنشاء تطبيق تعليم اللغة التركية، يعني وحاولنا نتجاوز فيه كل المشاكل اللي عم بيواجهوها السوريين في تركيا والعرب بشكل عام. بداية فكرة تطبيق اللغة التركية بدأت من لما طورت برنامج لتعليم القراءة والكتابة للكبار، يعني مثل المحو الأمي لكن عن بعد. البرنامج جدا استفادوا منه الناس، فأغلب الناس اللي شافت هذا التطبيق طلبوا أنه يكون في نسخة منه لكن باللغة التركية. فبدأت العمل تقريبا على هذا المشروع بالشهر السابع بال 2022. بداية كانت بتجميع أفكار برمجية، بعدين تحضير منهاج كامل متكامل مترابط، إلى وصولنا لتسجيل الدروس عن طريق الأستاذ عمر. هدف التطبيق اليوم هو تعليم أكبر عدد ممكن من الناس اللغة التركية، لأنه نحن اليوم عايشين بتركيا فلازم نتعلم لغة هذا البلد، لأنه اليوم أغلب المشاكل للأسف اللي بتصير بتكون بسبب سوء الفهم. فلما السوري يكون قادر أنه يحكي هاي اللغة بطلاقة، رح يكون قادر أنه يدافع عن نفسه، قادر يثبت وجهة نظره، وأيضاً رح يكون قادر أنه يظهر الأشياء الإيجابية عند السوريين. طبعا ممكن تكون فكرة التطبيق شوي متأخرة كون السوريين صار لهم 10 سنين هون بتركيا، لكن لليوم في إلحاح وطلب كبير على هذا التطبيق. يعني وأكبر دليل ضمن الشهر هذا بعد إطلاق التطبيق قيدنا حوالي 5000 طالب. طبعا ممكن تسأل أي شخص بالشارع ليش ما تعلمت اللغة لليوم؟ طبعا حجته بدها تكون ما عندي وقت أدرس، وضعه المادي ما بيسمح مثلا، شوي كبر بالعمر. فهذا التطبيق يعني كان حل لهاي الأمور بشكل كامل. طبعا بداية أنا بدأت عملي كمبرمج وعملت اشتغلت على شوية تطبيقات لوحدي، فبالبداية يعني قدرت أني أكمل لوحدي، لكن الحمد لله بعد النجاح اللي حققناه بكل التطبيقات اللي عملناها لازم يكون في دعم لكل تطبيق يعني موجود أو برنامج. يعني من ضمنها مثلا رخصة القيادة التركية، منهاج رخصة القيادة التركية سهلنا على السوريين والعرب بشكل عام هون بتركيا موضوع النجاح. أيضا في عنا تطبيق مثلا تعليم القراءة والكتابة للكبار، طبعا هذا الحمد لله بكل الوطن العربي ما بس بتركيا، جدا عم بيستفيدوا منه الناس، جدا جدا، يعني خلال مدة قصيرة الطالب عم بيقدر يتعلم ويقرأ ويكتب بكل سلاسة. محمد بارودي صار معنا عبر سكايب، وهو مبرمج ومطور التطبيق من اسكندرون جنوبي تركيا. صباح الخير. صباحك استاذ، صباح المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا فيك. نحكي بداية عن برمجة تطبيق تعليم اللغة التركية، على ما اعتمدتم؟ طبعا آلية تطوير التطبيق تمت على قسمين، القسم الأول اللي هي الأكواد الثابتة الغير قابلة للتغيير، واللي بتكون عبارة عن فيديوهات، اختبارات، تمارين كتابة، القراءة. استخدمنا فيها لغات برمجية مثل طبعا رئيسية مثل بي اتش بي والجافا سكريبت والجافا. أما القسم الثاني واللي هو بتضمن الذكاء الاصطناعي اللي عنده القدرة يطور نفسه بذاته، طبعا هذا النوع من البرمجه يسمى FMS. طبعا بيتم تدريب البوتات على مهام معينه، بيكون عندها وظائف معينه، فبالتالي قمنا بتدريب هاي البوتات على وظيفه متابعه الطالب على نقاط الضعف اللي ممكن يتعرض لها الطالب. يعني مثلا القاعده الفلانيه عم بيخطئ فيها الطالب، فتلقائيا هاي البوتات راح تقوم بتوليد اختبارات وامور بتخص نقاط الضعف الموجوده عند الطالب. يعني مثل كانه في استاذ عم بيتابع الطالب 24 على 24 ساعه
بدون خلل او ملل. حلو حلو. هلا في نقطه كثير مهمه هو سلاسه استخدام التطبيق، يعني بدايه من واجهه التطبيق للانتقال ممكن بين الدروس بين المستويات، هل يجب ان يختم الطالب مستوى معين لينتقل على المستوى الاخر ام فيه يتنقل؟ طبعا بدايه استاذ احنا هي الفكرة عملناها بتطبيق آخر اللي هو محل أمية، لكن على طلب الطلاب لا، كان الطلب إنه يكون كل الدروس مفتوحة، ما في داعي أبدا. أوكي، أول ما بيدخل الطالب يدخل مثلا على المستوى الثالث الرابع الخامس، من وين ما بيحب يبلش يبلش حسب هو المستوى اللي موصل له. حلو. طيب أيضا في نقطة كثير مهمة، عادة يعني كلياتنا بنطلبها بالتطبيقات لتعليم اللغة أو تعليم أي شيء آخر، هو التحفيز. يعني أغلب التطبيقات حالياً عم تربط بين التعليم والتحفيز، إلى أي مدى هذا الموضوع متوفر في تطبيقكم؟ هلا موضوع التحفيز يعني بالنهاية الطالب لازم يكون عنده اجتهاد، دافع، يعني هو لازم يكون عنده دافع. طبعا لازم يكون عنده دافع، لكن نحن أيضاً في عنا متابعة في موضوع مع الطالب طبعاً، وايضا الامور اللي مقدمينها داخل التطبيق هي فعليا يعني مسليه جدا، قريبه او شبيهه بمن سيربح المليون، يعني اسئله واجوبه يعني ايوه بالضبط، لكن الاسئله بتكون عباره عن مقطع صوت، يعني ما في عندي نص، طبعا هي بتكون في البدايه للمبتدئين، بيكون عندي عباره عن مقطع صوتي بنص من خلال الصوت، وايضا عندي اربع خيارات اللغه العربيه، راح اسمع الصوت باللغه التركيه واختار ما يقابل هاي الكلمه باللغه العربيه. حلو. طيب محمد، هلا بشكل عام انت ذكرت انه المفروض يكون في دافع، في رغبه لتعلم اللغه، غير هذا الموضوع شو لازم يكون مطلوب من اي طالب يرغب بتعلم اللغه التركيه عن طريق هذا التطبيق؟ يعني مثلا قد ايه وقت لازم يخصص باليوم او بالاسبوع؟ هلا استاذ نحن حاطين بمعدل الطالب انه يدرس بشكل يومي تقريبا لازم في اليوم ساعه على شيء 45 دقيقة تقريبا، بيكون قادر على ختم اللغة التركية بشكل كامل خلال تقريبا 3 أشهر تلتزم في هذا الوقت. معناتها في مستويات متطورة. يعني بذلنا جهد كبير بهذا التطبيق، يعني حوالي 2 أشهر كنا شغالين ليل نهار مع الفريق الكامل الموجود معنا. طيب بالنسبة لتحميل التطبيق، كيف يمكن تحميله وأين يتواجد حاليا؟ هلا بالنسبه لتحميل التطبيق هو موجود على متجر جوجل بلاي، بامكان الاشخاص اللي حابين يحملوه يكتبوا تعليم اللغه التركيه محمد بارودي على جوجل، لكن التطبيق بيحتاج كلمه مرور لازم نحن نزوده فيها، والسبب انه نحن لازم نتابع الطالب ببعض الاماكن، يعني ما بيكفي انه بس الطالب يدرس لوحده، لا راح نتابعه نحن، نتابع دراسته وتقدمه، كل هذا الشيء ببين عم نعمل لوحه التحكم، الطالب المقصر ممكن نقول له لا لازم تدرس مثلا، نحفزه شوي هيك يعني. طب معناتها هذا الشيء بياخذنا لانه التطبيق ماجور. نعم التطبيق ماجور لكن كلفته بسيطه جدا. كم الكلفه؟ مقارنه بتكلفه 750 ليره، طبعا بيتم دفع المبلغ لمره واحده، يعني نحن هو هدفنا اصلا من التطبيق انه يكون الكل عنده القدره على تعلم اللغه التركيه، اليوم اذا بدي اروح سجل بمعهد او دروس على الزوم فعليا تكلفه الدروس راح تكون عاليه، وهذا شيء طبيعي، يعني اليوم انا في عندي استاذ متخصص لإلي مثلا عم يدرسني كل يوم ساعه ساعه ونص، ففعليا انا طبيعي راح اعطي شيء شبيه مثل الراتب، ففعليا تعلم اللغه التركيه عم بيوصل بتكلفه 7000 ليره او 8000 ليره حسب المعهد. اما وبالتالي انتم يعني هذا المبلغ يدفع لمره واحده ويتضمن جميع المستويات، مستويات تعليم اللغه التركيه. عفوا ارجع عد لي الخدمات اللي بتقدموها مقابل هذا المبلغ. يعني كيف بتتم متابعه الطالب؟ طرق التعليم. طرق التعليم. متابعه الطالب. طبعا متابعه الطالب، طبعا متابعه الطالب نحن في عندنا لوحه تحكم بتظهر لنا مدى تقدم الطالب، قصر بدراسته. نحن مجرد تحفيز، اما كافه الدروس راح تكون موجوده اصلا داخل البرنامج، ما في حاجه ابدا للطالب انه يحضر اي دروس خارج هذا البرنامج. فعليا اي شيء بيحتاجه الطالب من الصفر المبتدئ الى الاحتراف هو فعليا راح يكون موجود داخل التطبيق. طيب اما ممكن يخطر ببال الطالب سؤال شيء ما فهم، عادي بيجي لعنا على الواتساب وبيسالنا وبنجاوبه على الواتساب معه. طيب من خلال رصدك لاراء الطلاب، كيف شفت التفاعل؟ كيف شفت الاراء مثلا قالوا لكم هي النقطه لازمه تعديل، لازمه يمكن شغل اكثر؟
هلا بالنسبه للاراء انا كنت بفضل انه الطلاب اللي درسوا على البرنامج هن يقيموا التطبيق، لانه فعليا نحن هلا انا بصراحه فتت على تقييمات التطبيق يعني محدوده جدا، تقريبا يمكن 4 أو 5 اراء فقط. اوكي، هو تطبيق جديد استاذ فعليا، يعني الطلاب لحتى الان ما انهوا الكورس بشكل كامل لحتى يعطوك تقييم. يعني انا ما فيني اليوم اجي اعطي تقييم، كنت بفضل انه الطلاب هن اللي يعطوا التقييم، لكن افضل دليل على نجاح طريقه التعليم الجديده بهذا البرنامج هي الاصوات والرسائل اللي وصلنا بشكل يومي، وايضا يعني نحن ما جديدين بهذا بموضوع البرمجه ككل. صحيح، هلا تجارب سابقه للبرامج. نعم حكينا بالإيجابيات بشكل عام لهذا التطبيق، ولكن بالنسبة للسلبيات عم نحكي بشكل أكثر لحتى أنتوا تجددوا أو تطوروا يمكن هذا التطبيق أو تعملوا له تحديث أبديت، شو السلبيات التي تؤخذ على هذا التطبيق؟ لا سلبيات لحد الآن ما واجهت الحمد لله، بس ما عندنا أي مانع من تقديم أي ملاحظات أو اقتراحات. مثلا هلا أي شخص عم يدرس على هذا التطبيق ممكن يزودكم يمكن باقتراحات على نفس رقم الواتساب. نعم صحيح، أي اقتراح ممكن يجي من الطالب ما في إشكال، يعني بناخذ مباشرة ومقوم بتطبيق. كثير حلو، هلا دائما بصراحة بتعلم اللغة بالذات في تطبيق كثير سلس هو لتعليم اللغة الإنجليزية عن طريق قصة، فدائما أنا بقول ليش ما في تطبيق لتعليم اللغة التركية بهذه الطريقة، أنه الواحد بيقرأ قصة مكتوبة ومسموعة وعند أي كلمة صعبة بيحط المؤشر فبتطلع له ترجمة هذه الكلمة، هل في خطة أنه تضيفوا هيك موضوع لأنه بصراحة كتير جذاب؟ نعم ممكن هاي الخطة، لكن ممكن نعملها لاحقا بعد يعني بعد مدة مثلا 4-5 أشهر، لأنه فعليا أخذ معنا وقت طويل حوالي 8 أشهر، لكن كل شيء وارد وكل شيء، نحن عندنا شيء شبيه لكن ما بالطريقه اللي حكيت عنها حضرتك، مجرد فيديو نص عم نحكي فيه قصه ايضا، نص طالع على الشاشه والاستاذ عم يقرا النص بفصص القواعد الموجوده بهذا النص، طبعا هي مرحله بتكون متقدمه نوعا ما. حلو كثير، طيب نحكي ايضا عن التطبيقات الاخرى وخاصه تطبيق تعليم القراءه والكتابه. طبعا استاذ نحن في عندنا تجارب اخرى ببرامج اخرى، البرنامج البارودي للتعليم منهاج رخصه قياده السي اللي لاقى نجاح ويعتبر حاليا هو الاول بتركيا، وراح نشوف هذا الشيء من خلال تعليقات المشاهدين على هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا عن طريق هذا التطبيق نتج عنا تطبيق اخر، لانه وجدنا في عنا بعض الاشخاص للاسف اميين مدارس وهم نوعا ما شوي كبار بالعمر. فقمت بتطوير تطبيق لتعليم القراءة والكتابة باللغة العربية للكبار. مجاني يعني ولا مأجور؟ مأجور استاذ، بس شلون يعني تكلفته رمزية فعليا، نحن هون كادر في عندنا ايضا فيرجي بندفع مثلا للدولة، في عندنا تكاليف موظفين، فبالتالي يعني شيء يمشي حال معنا، يعني مضطرين انه تخلوا هي التطبيقات ماجوره لحتى تقدروا تدفعوا يمكن الرواتب تدفعوا الضرائب، ولكن بنلاقي كثير تطبيقات تعليميه وغير تعليميه مجانيه عفوا. فأي حدا بيسالني انه كيف يعني كيف الربح عن طريق التطبيقات المجانيه، اذا ممكن تشرح لنا. تمام الاستاذ، نحن في عندنا تطبيقات مجانيه موجوده على المتجر، ومنها ايضا منهاج رخصه قياده موجود عندنا بشكل مجاني، والتطبيقين بيضمنوا النجاح، لكن شو الفرق بين المجاني والمدفوع؟ المجاني انا ما اخصص موظف او استاذ يلاحق هذا الطالب ويدرسه ويعني ويتابعه فعليا، فراح يكون مجاني، اما المدفوع في استاذ راح يتابع الطالب يعلمه يقوي قلبه يشرح له كل شيء، فبالتالي راح يكون بالنسبه للربح من التطبيقات المجانيه. فعليا في شيء بسموه نحن الادموك او الادسنس تابع لجوجل، هي عباره عن اعلانات يتم وضعها داخل التطبيق، فبالتالي من مشاهدات المستخدمين لهي الاعلانات صاحب التطبيق بيحصل على مبالغ، لكن ما بتكون كثير يعني. نعم هو بيعتمد على كثره التطبيقات يمكن وقد ايه بيكون التطبيق فعال لحتى يقدر يحصل على هذه الاربعه. ختاما استاذ محمد، عرفنا على فريق العمل معك ودور كل شخص بالبرمجه. هلا كبرمجي انا الشخص الوحيد العامل بهذا المجال كمونتاج وبرمجي، اتبقى الفريق هو عباره عن دعم وبيساندوني بكثير امور، طبعا بالرد على الطلاب ساعدتني بكثير امور، يعني
لكن فعليا كبرمجي انا الوحيد اللي شغال بهذا الموضوع. كل التوفيق يعني لكم، كل التوفيق. الله. محمد بارودي مبرمج ومطور هذا التطبيق اللي كنا عم نحكي عليه من اسكندرون جنوبي تركيا. نهارك سعيد، شكرا لك. لك شكرا لك. موضوع آخر، الذكاء الصناعي يتدخل أيضا في أفكارنا. تجربة جديدة قام بها مجموعة من الباحثين في جامعة سنغافورة الوطنية، تمكنوا من خلالها وعن طريق الذكاء الصناعي قراءة أفكار مجموعة من المتطوعين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. يتطور الذكاء الصناعي بشكل لافت ليصبح ما كان مستحيلا بالأمس ممكنا اليوم. فقراءة الأفكار التي كنا نشاهدها في الأفلام والمسلسلات ونعتبرها ضربا من الخيال أصبحت ممكنة اليوم باستخدام الذكاء الصناعي. وفي جديد الذكاء الصناعي، باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية طوروا تقنية جديدة تمكنوا خلالها من قراءة أفكار بعض المتطوعين البالغ عددهم 58 متطوعاً، حيث قام الباحثون بمسح أدمغتهم عن طريق الرنين المغناطيسي في أثناء عرض صور مختلفة عليهم، واستطاعوا أن يجمعوا ما بين 1200 صورة إلى 5000 صورة مختلفة لاستخدامها عن طريق الذكاء الصناعي في قراءة الأفكار. أنا مهتم أيضا بما حدث في عقلي وما يمكن أن ينتجه عقلي وما أفكر فيه، لذلك أحاول المشاركة وأرى ما حدث حقا في ذهني. تبدأ قراءة العقل عندما يأتي المشارك نفسه مرة أخرى لإجراء مسح للدماغ، فيقوم الذكاء الصناعي بقراءة الأفكار والذي يسمى مايند فيس بربط عمليات مسح الدماغ بالصور، وينشئ بدوره نموذجا فرديا للذكاء الصناعي لكل مشارك. وهنا يتضح أن النتائج التي أعطتها التجربة قد تفيد في رسم التوجهات المستقبلية من حيث قدرة الذكاء الصناعي على قراءة أفكار البشر. وعندما نتحدث عن الذكاء الصناعي دائما ما نصطدم بالقوانين والمخاطر المحتملة على البشر، ففي هذه الحالة يمكن أن يستخدم البعض بيانات الأفراد من دون موافقتهم، بالإضافة إلى قلة التشريعات المنظمة لأبحاث الذكاء الصناعي. ليبقى الخطر الأكبر وسط كل ذلك هو احتمال أن يشكل الذكاء الصناعي تهديداً للوجود البشري. لابد أن نعرج أيضاً على معرض الروبوتات العالمي WRC لعام 2023 في العاصمة الصينية بكين، حيث فوجئ الزوار بعرض روبوتات شبيهة بالبشر ضمن حدث سنوي يعرض التكنولوجيا المتقدمة. يتميز الروبوت بأنه فائق الواقعية ويمكنه التحكم في كل مفاصله بشكل موحد بحيث تكون الحركات أكثر واقعية وطبيعية. كما يمكن لهذه الروبوتات المتطورة إظهار التعبيرات الدقيقة للوجه وحركات الأصابع واليدين. احموا كلمة السر الخاصة بكم على الكمبيوتر والتليفون، ومرة جديدة الذكاء الصناعي يهدد أمن معلوماتنا. تخيل أنك تكتب كلمة السر الخاصة بك على الكمبيوتر أو التليفون ولا أحد يراك، ولكن الذكاء الصناعي قد يستمع إلى نقرات أصابعك على لوحة المفاتيح ويمكنه تخمين كلمة السر الخاصة بأجهزتنا بنسبة نجاح تصل إلى 95%. في دراسة جديدة نشر عنها موقع فوكس نيوز الأمريكي، استخدم الباحثون نموذج ذكاء صناعي يركز على شدة وطول النقرة، أي إنه يحلل طريقة الكتابة وليس ارتفاع صوت النقرة. هذا يعني أنه يمكن للذكاء الصناعي سرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة فقط عن طريق الاستماع لنقرات أصابعك على لوحة المفاتيح. ولكن كيف؟ عن طريق تشغيل برامج خبيثة تستمع إلى النقرات على لوحة المفاتيح الخاصة بنا.
أطلقت أول خدمة بريد بطائرات مسيرة في إحدى الجزر الإسكتلندية للمرة الأولى في بريطانيا. الخدمة التي أطلق عليها أو أطلق عليها اسم رويال ميل أو البريد الملكي ستقوم بتسليم الطرود والخطابات بين عدد من الجزر الإسكتلندية في أوركيني، وستبدأ الخدمة في العمل مبدئيا بشكل تجريبي لمدة 3 أشهر لتكون خدمة مستمرة بشكل دائم فيما بعد. مشاهدينا، لهم تخلص فقرة التكنولوجيا، شوفونا الأسبوع المقبل، وهلا بنرجع لنتابع ما تبقى من صباح سوريا.